الحمد لله. والدعاء يوم عرفة يقول متى يبدأ يا شيخ؟ الدعاء يوم عرفة يبدأ من بداية الوقوف. نعم. ولو دعا من أول يوم الأمر في هذا واسع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بعد أن خطب في عرفة، ثم وقف يدعو إلى أن غربت الشمس. الحمد لله. فكل هذا محل للدعاء. الحمد لله. الأخ أحمد يقول في رمضان الماضي يعني أرجى أوقات الإجابة عشية عرفة بعد زوال الشمس. بعد زوال الشمس. أحسن الله إليكم الشيخ. إلى غروب الشمس. نعم الحمد لله. لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليدنو من أهل الموقف فيباهي بهم الملائكة ويقول ما أراد هؤلاء، هذا إذان بعطاء وهبات وجزيل إحسان من الكريم المنان سبحانه وتعالى.